أوكي يا طلاب، بس بدأ التسجيل. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم محاضرتنا إن شاء الله نتكلم عن الجلايكوليسيس إن شاء الله. هذه المحاضرة أخذناها وعرفنا تصنيف الإنزيمات وعرفنا شلون نفتهم الإنزيمات، شلون نقراها، وبنفس الوقت شلون شلون راح نتباوع التفاعلات الكيميائية داخل الخلايا الحية. أول ما راح نبدي اليوم إن شاء الله نبدي في موضوع الجلايكوليسيس. المحاضرة جدا مهمة، لازم تفهموها. أتمنى أنه تكونوا وياي للأخير، لأنه الحمد لله الشهر اللي فاتت كانت مو ما توصلت وياي للأخير. أنا شفت الطلاب أنه الحاضرين مسجلين حضور 70 واحد، والباقين للأخير هم كانوا 20 واحد. مع الأسف أنا أعتذر أنه هم ما يعرفون أنه مصلحتهم في هذا الموضوع، لأنه بالامتحان يعني المادة مو سهلة جدا، يعني مثل ما تتوقعون مادة جدا إرادة لها تركيز، ولازم تفتهمون وياي. أتمنى أنه وين ما أتكلم أني توقفوني وتناقشوني إذا كان أكثر شيء مفاهمي، نحاول أنه نتواصل للأخير. مثل ما عرفنا أنه تفاعلات داخل الخلية تجري تفاعلات كيميائية للحصول على الطاقة. الآن من تجيب الطاقة؟ احنا نشوف انه اكو عدة طرق للحصول على الطاقة. واحدة من الطرق مالتنا اليوم اللي احنا نتكلم بها هي عن طريق الجلايكوليسيس. عندنا ميتابوليك بروسيسز، ديجريديتيف باثوي اللي هي هنحصل جنريتنج اي تي بي من خلال ميتابوليك باثوي. اذا تلاحظون أمامكم على الجهة أمامكم هنا جلوكوز، عندنا المصادر الطاقة مالتي يا أما تكون الجلوكوز، يا أما تكون الفاتي أسيد، يا أما تكون الأمينو أسيد. يا اما الجلوكوز، يا اما الفاتي اسيد، يا اما الامينو اسيد. الان اذا كان اليوم اللي حنتكلم به هو بهذا المكان بالضبط، حنتكلم عن الجلوكوز وصولا للبايروفيت، للستايل كو اي، للتي سي اي، والالكترون ترانسفير، واوكسيديتيف فوسفوريليشن. طبعا ما راح اخذه كله، انا راح اخذ تقريبا هذا الجزء اليوم في هذه المحاضره، والمحاضره الجايه راح اكمل التكمله مالتي وصولا للاخير. اما موضوع الفاتي اسيد والامينو اسيد ايضا حتتكلم بيه بالمحاضرات القادمه ان شاء الله. انرجي، الان انرجي ستورد ان شوجرز. الان الطاقه حتكون مخزونه على شكل شنو؟ مايكرو مولكيولز اللي هي الكربوهيدرات، ريليست تو بريفورم بيولوجيكال ورك. اللي هناخذها على شكل تتحرر من خلال تكسر السكريات او الكربوهيدرات، وبالتالي تقدر الخليه تمارس فعاليتها البيولوجية لها. الآن transform the glucose to pyruvate under anaerobic in أو anaerobic conditions. يعني إيش هيصير عندنا؟ اليوم راح نناقش تحول الجلوكوز إلى البايروفيت وين؟ بالأنابوريك conditions. glucose enter the cell via specific transport protein. هيدخل الجلوكوز إلى داخل الخلايا بواسطة specific transporter protein، بروتين ناقل خاص يدخل الجلوكوز داخل الخلية. ايش راح يسوي؟ راح نستخدم الجلوكوز ATP ADP والناد necessary cofactor. هاي هي الأشياء اللي حنستخدمها لأجل إنه شو نسوي؟ نحرر الطاقة مالتنا. تقول شلون أنا أستخدم طاقة واحرر طاقه؟ نعم، اني لابد، اتفقنا سابقا بالمحاضره السابقه انه اني لابد من انه استهلك جزء من الطاقه بالبدايه على مود بعدين احصل على طاقه كافيه اضافيه تستفاد منها الخليه. ما ممكن اني ابدي اليوم راسا شو اسوي؟ احرر طاقه مباشره ما لم شويه استهلك جزء من الطاقه.
هاي العملية مال الجلايكوليسيس مالتي راح احصل بالنهاية على بايروفيت كمركب نهائي، راح احصل على طاقة إضافية قلنا أكثر من الطاقة المستهلكة، وراح احصل على ناد اتش اللي هو كوانزايم. هذا الناد اتش ممكن مستقبلا يدخل بسلسلة من التفاعلات بالميتوكوندريا للحصول على شنو؟ للحصول على اي تي بي إضافية تحصلها الخلية وتستفاد من عندها بأداء تفاعلاتها البيولوجيكية. الآن الرياكشن اوف جلايكوليسيس اللي هو عبارة عن تحلل الجلوكوز occurs in when in cytosol. على فرض انه هذا هو رسم الخلية ماتي، فالجلايكوليسيس الآن الجلوكوز إلى البايروفيت شبيه يبدأ يكون بالسيتوسول او بالسيتوبلازم، ثم البايروفيت راح ينتقل يدخل الى الميتوكوندريا يتحول الى اسيتايل كو اي، ومن ثم الاسيتايل كو اي يدخل بدوره التي سي اي يطلع لي الماء والاو 2 والاتش سي او 2، وتتحرر عندي مجموعه من الطاقات اي تي بي اللي هي تحتاجها الخليه نفسها. بالنسبه للبايروفيت، بايروفيت الآن أكو بيه ثلاث مسارات يفوت بيها داخل الخلايا. نهاية البايروفيت يفوت بثلاث مسارات. المسار الأول أو الطريق الأول هو الايروبيك كونديشنز. الايروبيك كونديشنز شو هيصير عندي؟ راح يتحول، طبعا هذا الايروبيك كونديشنز معناها شنو؟ بوجود الأكسجين راح يتحول كونفرشن تو أسيتال كو أي بواسطة إنزيم سميناه بايروفيت ديهايدروجينيز for use in the TCA. هذا الاستيل كو اي راح يستخدم بالتي سي اي سايكل اند اوكسيديتيف فوسفوريليشن فور اي تي بي برودكشن. اذا هذه واحده من الطرق اللي يفوت بها بايروفيت اللي هو الناتج النهائي من للجلايكوليسيس او تحلل الجلوكوز بواسطه الجلايكوليسيس. البايروفيت الناتج النهائي من الجلايكوليسيس اذا كان عدم وجود الاكسجين، إذا كان الأكسجين ما موجود بالأنيروبيك كونديشنز لح بالأنيمالز مسلز بالمسلز لح ينطيني الناتج النهائي لاكتيت، و بالخمائر لح تكون الناتج المالتي النهائي هو شنو؟ هو الإيثانول. هذا مخطط للبايروفيت وين يروح وين شنو حيطلع لي عندي بايروفيت 2 بايروفيت يتكون عندي. هسه نشوف ليش 2 بايروفيت راح يدخل اذا كان بالايروبيك كونديشنز بالانيمالز اند بلانتس ان ايروبيك كونديشنز راح يعطيني اسيتال كو اي ويفوت بالتي سي اي الناتج النهائي سي او 2 اتش 2 او زائد الطاقه، واذا كان بالانيروبيك جلايكوليسيس ان ذا كونتراكتنج مسلز راح يعطيني الناتج النهائي هو اللاكتيت زائد طاقة بكمية الطاقة. حنشوف الفرق بكمية الطاقة اللي تنطيني هنا في مقابل كمية الطاقة اللي كان بوجود الأكسجين وبعدم وجود الأكسجين. وإذا كان الكحوليك فرمنتيشن انيست بالخمائر أيضا نشوف الناتج النهائي هو الإيثانول و CO2 بالإضافة إلى كمية الطاقة أيضا حندرسها إن شاء الله مستقبلا. إذا أنابوليك بروسيس جلوكونيوجينيسيس الآن هاي العملية ممكن الآن بوجود الأنابوليك اللي هي عبارة عن تخليق أو بناء الجلوكوز اللي هنسميها العملية هي جلوكو نيوجينيسيس. هي عملية تكوين أو تخليق الجلوكوز من البايروفيت أو من اللاكتيت. طبعا هنا increases free glucose concentration تؤدي إلى زيادة تركيز الجلوكوز وين؟ في الدم مالتنا. نيجي هنا نشوف الاوفر اول رياكشن اوف جلايكوليسيس. اليوم انا بدي اشوف جلايكوليسيس مالتي شنو عباره عن، شنو التفاعل مالتي؟ الجلايكوليسيس عباره عن تفاعل الجلوكوز مع 2 اي دي بي و2 ناد بلس و2 فوسفيت على مود احصل الناتج النهائي 2 بايروفيت. خلي دائرة هنا 2 بايروفيت زائد 2 اي تي بي، احصل طاقة بمقدار 2 و2
ناد اتش ايضا هتوفر لي طاقه مستقبلا، اثنين بروتونات واثنين H2O. اذا هذا هو المحصله مالتي. الان هاي العمليه انا مود احصل هذا التفاعل مالتي الجلوكوز لما اعطيني بايروفيت وكل هاي الامور، تجري العمليه ب 10 خطوات، 10 ستيبس بروسيسز، some steps tightly regulated. في بعض المركبات او بعض الخطوات العفويه هتكون شبيهه regulated، منظمه للتفاعلات مالتي، والبعض الاخر لا. Each glucose، كل جلوكوز اللي هو عبارة عن 6 ذرات كربون، راح ينقسم نشوفه هسه شوية لاخ إلى 2 بايروفيت اللي هو عبارة عن 3 ذرات كربون كل واحدة. طبعا بهاي العملية مالتي 2 مولكيولز اوف اي تي بي راح ينتج لي، و 2 مولكيولز اوف ناد ار ريدوس تو ناد اتش، 2 مولكيولز اوف ناد اتش هتكون عندي موجودة. إذا من أريد أقول لكم اكتب لي الـ overall reaction for glycolysis، راح تكتب لي شنو؟ اكتب لي هذا التفاعل مالتي. واضح. الآن بالجلايكوليسيز مالتي عندي طورين، two phases. phase الأول اللي هو investment phase، أو هو الطور الاستهلاكي. شنو المقصود به؟ معناه انه انا هنا دا استهلك جزء من الطاقه. قبل شويه تكلمت وقلت لكم جزء من الطاقه شبيهه، لابد انه انا استهلك جزء من الطاقه، انشط الموضوع على مود احصل على طاقه اضافيه، المحصله النهائيه من الطاقه الاضافيه تكون هو هذا الربح اللي تستفاد من عنده الخليه. الان investment phase هو عبارة عن أول 5 تفاعلات بالجلايكوليسيس. أول 5 تفاعلات بالجلايكوليسيس. جلوكوز is activated by phosphorylation. الآن تجري العملية ابتداءً تنشط بعملية فسفرة الجلوكوز. Priming reactions need to invest energy to get more out. إذا نحن نحتاج في عملية هالخمس التفاعلات الأولى راح استهلك 2 ATP لكل جزيئة جلوكوز. وهاي الأشياء من نقول 2 ATP لازم نحفظها لأنه حنسأل عليها مستقبلا ولازم نفتهمها. إذا الجلوكوز is converted to 2 molecules of glyceraldehyde 3 phosphate. كل جلوكوز الناتج النهائي بال investment phase راح يكون شنو هو؟ 2 molecules of glyceraldehyde 3 phosphate. الطور الثاني هو شو اسمه؟ هو dividend phase. ايضا عبارة عن شنو؟ عن 5 تفاعلات. احنا قبل شوية قلنا تذكرون قلنا الجلايكوليسيس كلها هي ايش قد؟ هي 10 تفاعلات. الان من جينا هنا قسمناها لطورين، الطور الاول 5 تفاعلات، الطور الثاني 5 تفاعلات. investment فيس 5 تفاعلات، ديفيندنت فيس 5 تفاعلات الاخرى. الان بهذا التفاعل انفستمنت فيس وصلنا المركب النهائي كان جليسيرالديهايد 3 فوسفيت. هنا الجليسيرالديهايد بالديفيندنت فيس الجليسيرالديهايد 3 فوسفيت راح يتحول الى بايروفيت. ولانه هنا انا استعملت 2 مولكيولز وصلت من جليسيرالديهايد 3 فوسفيت، إذا الناتج مالتي كل جليسيرالديهايد 3 فوسفيت راح يتحول إلى بايروفيت، يعني ايش حيطلع لي؟ 2 بايروفيت. لأنه أنا مستخدم أساساً 2 جليسيرالديهايد 3 فوسفيت. في كل تفاعل هنا أو في نهاية التفاعلات مالتي الخمسة راح يكون النتيجة مالتي 4 أي تي بي ححصل. إذا أنا هنا استهلكت 2 أي تي بي ناس استهلكت ناقص 2 اي تي بي، يعني هنا ربحت شقد؟ 4 اي تي بي. اذا النتيجه النهائيه المحصله حتكون شقد؟ 2 اي تي بي. اذا النتيجه بالتحلل الجلايكوليسيس تحلل السكر الى البايروفيت
ايش حصلت الخلية؟ حصلت ربح بمقدار 2 ATP. طبعا الآن اكو بعد، بدنا نكمل البايروفيت من داخل الاسيتال كو اي باستال كو اي بالتي سي اي، رح نحصل اضافة من التفاعلات اللي هي حنحصل ناد اتش. هذا الناد اتش ممكن يفوت بالاوكسيديتيف فوسفوريليشن، ونحصل على مجموعة كمية كبيرة من الطاقة أكثر من هذا اللي حصلها من الجلايكوليسيس. إذا أنا بالجلايكوليسيس رح أحصل كربح طاقة بالنهائي 2 أي تي بي مثل ما كان مكتوب عندي هنا، زائدا 2 ناد اتش. أيضا ناد اتش قلنا تدخل بالتفاعلات الميتوكوندرية وتنطيني شنو؟ تنطيني طاقة إضافية. الآن الستركتشرات ما راح نكون انا مطالب بيها، طبعا الجلوكوز بايروفيت مطالبين بيها استراكشرات، لكن اللي لازم نعرفه ونفتهمه هو شنو هو الـ types of enzymes recognize names of intermediate and enzymes، لازم نعرفها، ولازم نو شنو regulatory step، لازم نعرف يا هي الخطوات اللي حتكون هي المنظمة and وش قد كمية الـ ATP اللي مستهلكة واللي حتستفاد من عندها الخلية واللي حتحصلها بالنتيجة النهائية. طبعا أنا أقول لكم إنه الاستراكشرات ما مطالبين بيها، بس الأسماء مطالبين بيها مالتها. يعني إذا أجيب لك استراكشر أقول لك هذا شنو الاسم مالته، لازم تعرف الاسم مالته، مو شرط انه ترسم لي الستراكشر مالته. فهمك للستراكشر راح يساعدك ويفيدك بفهمك للتفاعلات مالتي. اما اذا انت ما تريد تحفظها احنا نخليها ناجلها ان شاء الله الى مستقبل. الان مثل ما قلنا قبل شويه وضحنا الانفستمنت فيس هي عباره عن 5 تفاعلات، هذا فد شيء مختصر او موضح للموضوع. جلوكوز، جلوكوز 6 فوسفيت، جلوكوز 6 فوسفيت، فركتوز 6 فوسفيت، فركتوز 6 فوسفيت، اذا فركتوز 1 6 بس فوسفيت، هسه حناخذها بالتفصيل هاي. وراح ينطيني ينقسم هنا الى قسمين، الى ديهايدروكسي اسيتون فوسفيت، ديهايدروكسي اسيتون فوسفيت اللي بدوره يروح الى جليسرال 3 فوسفيت، او اوتوماتيكيا هو يعطيني جليسرال ديهايد 3 فوسفيت. ولهنا أنا يكون شنو انتهى investment phase اللي هو عبارة عن phosphorylation of glucose and conversion to two molecules of glyceraldehyde 3 phosphate. وعليه راح يصير ATP، 2 ATP is used in this reaction. Used مو produced، وإنما استخدمنا شنو؟ 2 ATP. بالطور الثاني اللي هو dividend phase اللي هو الطور الثاني، a conversion of glyceraldehyde 3 phosphate اللي احنا طلع منانه 2 molecules من عندها to pyruvate، حطلع لي 2 pyruvate بالاخير، and coupled formation of 4 molecules of 4 ATP. راح نلاحظ هنا عندي ATP 1 2 3 4 بالإضافة إلى عندي شنو 2 ناد اتش أيضا طلعت. فهنا استهلكنا 2 اي تي بي وهنا ربحنا 4 اي تي بي. النتيجة النهائية ايش قد صار عندي؟ ربح 2 اي تي بي جلوكوز زائد 2 ناد اتش بير جلوكوز الواحد. أكو سؤال إلى هنا طلاب أكو سؤال عندكم في شيء لو نكمل؟ دكتور المخطط مطالبين بي يعني كحفظ كامل لو هو في مجرد فيه. والمخطط الان صاير هوسه ما تفتهمه بسهوله. انا ايش راح اسوي؟ شويه لاخ راح ندخل حاخذ تفصيل مخطط يعني تفاعل، فمن حاخذ التفصيل تفاعل انتم اوتوماتيكيا حتعرفون هذا المخطط شنو يعني. اوكي يعني تمام دكتور شكرا. الان راح نتكلم على الرياكشن اوف جلايكوليسيس with common enzyme name and reaction type. تتذكرون من حكينا
بالمحاضرة السابقة على التفاعلات الإنزيمية، وحكينا انه انواع 6 انواع من الانزيمات، قلنا عليها هيكسوكاينيزز، قلنا عليها اوزاماريز، قلنا عليها اللايسيسز وغيرها من الموضوع. وقلنا قسم من عندها ديهايدروجينيز تحتاج الى شنو، الى كونزايم وياها اللي هو اما النادي اما الفاد وهكذا. الان يوم حطبق هاي القواعد اللي تعلمناها بالتفاعلات السابقه بالمحاضره السابقه اطبقها على التفاعلات مالتي. الان راح ابدي. اولا قلنا احنا جلايكوليسيس عباره عن ايش قد؟ عباره عن 10 تفاعلات، 10 خطوات، 1 2 3 4 الى 11. وعندي هنا شنو؟ عندي هنا تفاعلات ماتي، اسم الانزيم هذا، ورياكشن تايب. طبعا الرياكشن تايب اذا نتذكرها سابقا قلنا عندنا الاوكسيديشن ريدكشن هو رقم 1، فوسفوريليشن جروب ترانسفير هو رقم 2، 3 هيدروليسز استخدام الماء بالهيدروليسز، 4 نون هيدروليتيك كليفج قص او قطع بدون استخدام الماء، 5 سميناه ايزومرايزيشن او ري ارنجمنت للمولكيولز، والستة قلنا بوند فورميشن كابلد تو اي تي بي كليفج اللي هو عباره عن تكون او لصق جاريزز للمركبات كوين سي سي بوند وهكذا. اذا هاي هي الانواع اللي اخذناها سابقا. الان راح اشوف جلوكوز التفاعل الاول، تفاعل جلايكوليسيس هو عباره عن جلوكوز زائد اي تي بي للحصول على 6 ذرات او الحصول على جلوكوز في موقع كربون رقم 6. اكو هنالك مجموعه اي تي بي اللي تنتقل من الاي تي بي، مجموعه فوسفات العفو اللي تنتقل من الاي تي بي الى الاي دي بي. الانزيم المستخدم هو شو اسمه؟ اسمه الهيكسوكاينيز. بما انه هو من نوع الكاينيز اذا هو من نوع الترانسفيريز، نقل مجموعه الفوسفيت من الاي تي بي الى الجلوكوز في موضع 6، فسمينا هنا شنو؟ فوسفوريل جلوكوز ترانسفيريز. هذا هو النوع الناقل مالته. اذا الانزيم مالته هو شو اسمه؟ هيكسوكاينيز تايب 2. هذا التايب اريدكم تحفظوه، يعني انا حسالكم بالامتحان اجيب لكم مثال واقول لك هذا النقل ماتي او هذا الرياكشن ماتي هو من يا نوع، هتقول لي من النوع الثاني انا اعرف من هو قصد الترانسفيريز، او من النوع الرابع اللي هو نون هيدروليتيك كليفج وهكذا. فاذا هذا مطالبين به، يعني هذا الجدول كلش مهم وضروري تحفظوه. الآن جلوكوز 6 فوسفيت اللي طلعت لي من الخطوة الأولى شبيها راح يصير عليها ري ارنجمنت ويتحول من الجلوكوز اللي هو الديهايتي إلى فركتوز اللي هو شنو؟ اللي هو كيتوني. فبما أنه ري ارنجمنت إذا هي عملية ايزومرايزيشن، إذا هنا الإنزيم مالتي هو فوسفو جلوكو ايزومريز، والنوع مالته شنو رقمه؟ رقم 5. ليش؟ لانه تايب 5 هو شنو؟ اللي هنا موجود عندنا بالجدول ايزومرايزيشن ري ارنجمنت، ايزومرايزيشن ري ارنجمنت. نجي للتفاعل الثالث، فركتوز 6 فوسفيت راح تصير عمليه فسفره اضافيه، من فركتوز 6 فوسفيت راح احصل فركتوز 1.6 بسفوسفيت. ايضا راح اخذ من الاي تي بي راح اخذ فوسفيت ويطلع لي اي دي بي، وهنا هو عمليه استهلاك الاي تي بي. قلنا عليه راح ندفع ثمن شويه، ندفع شويه طاقه، نستخدم 2 اي تي بي على مود نحصل بالمقابل بالنهايه الجلايكوليسيز نحصل على طاقه اكثر 4، وبالتالي يكون احنا ربحانين 2 اي تي بي. فهاي الخطوه الثانيه هي المستهلكه منه للاي تي بي، حناخذها شويه لحظه بالتفصيل. ايضا حنستخدم انزيم اليوم من نوع الكاينيز، بما انه نقل مجموعه فوسفيت من الاي تي بي الى الفركتوز 6 فوسفيت، اذا هو من نوع شنو؟ من النوع الثاني، من النوع الثاني. وهكذا بقيه التفاعلات، فركتوز 1.6 بس فوسفيت لح احوله الى اسوي اقسم هذا الجزيئه الى قسمين، اول واحد اللي هو دايهيدروكسي اسيتون فوسفيت، والثاني جليسرول دي هاي 3 فوسفيت.
بواسطة إنزيم اسمه ألدوليز، ولأنه قسمت المركب بدون استخدام الماء فإذا هو من النوع الرابع اللي هو نون هيدروليتيك كليفج. الآن الداي هيدروكسي أسيتون فوسفيت ما يبقى وحده، يصير عملية ايزومرايزيشن، ما يقبل يبقى على حاله ويتحول إلى شنو؟ جليسرالديهايد 3 فوسفيت. هاي العملية ترايوز فوسفيت ايزومريز، بما أنه ايزومريز إذا هو من تايب رقم مش قد؟ رقم 5. إلى هنا أنا لو تلاحظون ما حصلنا أي شيء من الجلايكوليسز، بالعكس شو سوينا؟ صرفنا شنو؟ صرفنا طاقة على مود نحصل على 2 مولكيولز من الجليسيرالديهايد 3 فوسفيت. لذا نلاحظ اكو شيء اخر لازم نلاحظه، انه السهم هنا كان شنو؟ من صرفنا طاقة كان سهم باتجاه واحد، بقية الأسهم ايش بيها؟ كلها باتجاهان عكسية ريفرسبل، بينما هاي الواحد والثلاثة كان ايش بيه؟ الريفرسبل. شنو معناها؟ معناها انه هاي هسه شوية تاخذ ناخذها، انه هاي الأسهم اللي تكون الريفرسبل غير عكسية باتجاه واحد تكون هي اللي نقدر نحط، اللي نقدر نتحكم او تصير هي المنظمة لعملية منه الجلايكوليسيس مالتنا. الآن نكمل التفاعلات مالت جليسرالديهايد 3 فوسفيت اللي هو الناتج من خطوة 4 والخطوة 5 اللي هي 2 مولكيولز حتصير هنا شبيهة، راح تتفاعل ويا الفوسفيت بواسطة انزيم جليسرالديهايد 3 فوسفيت دي هيدروجينيز، ولأنه استخدمنا دي هيدروجينيز لابد نستخدم شنو؟ الكوفاكتور اللي هو الناد، هم تكلمنا عليه بالمحاضرة السابقة. راح يتكون لي 1-3 بس فوسفو جليسرات. يعني شنو صار عندي؟ يعني الآن أنا ضفت الآن مجموعة فوسفيت بس مو عن طريق الكاينيز، عن طريق الديهيدروجينيز وباستخدام الناد بلس تكون لي الناد اتش، وهاي العملية الإضافة بواسطة عملية الأكسدة واختزال بواسطة شنو؟ أوكسيديشن ريدكشن. فكل أوكسيديشن ريدكشن نخلي وياها شنو؟ لازم نخلي وياها كو انزيم اللي هو الناد أو الفات، وكنا كل ديهايدروجينيز لابد من استخدام الكو انزيم. عندكم تحفظوا. الآن راح أجي أنقل هذا الفوسفيت اللي ضفته أني إلى مجموعة الجليسرايدات 3 فوسفيت اللي حطيت 1-3 بس فوسفو جليسرايد، راح أنقله وين؟ أنقله إلى الـ ADP، بالعكس حرجع على الـ ADP، وإذا أرجع على الـ ADP أسوي ATP، يعني ححصل على الـ ATP. الآن بما أنه النقل ماتي من الاي دي بي الى اي تي بي، فانا استخدم مجموعه فوسفيت كاينيز فوسفو جليسرات كاينيز، ويكون التاب تايب مالتي من نوع 2. لننسى هنا انا حصلت اول ربح بالاي تي بي، ولننسى بانه انا هنا عندي 2 مولكيولز من هاي، فاذا انا حصلت على 2 مولكيولز من الاي تي بي. الآن المركب طلع لي 3 فوسفوجليسرات، راح يصير بي ايزومرايزيشن يصير 2 فوسفوجليسرات، ماكو بي هنا اي بواسطة انزيم الميوتيز اللي هو من نوع انواع الايزومرايز، ماكو اي ربح او خسارة بالطاقة. بعدها 2 فوسفوجليسرات يتحول الى الفوسفو اينور بايروفيت عن طريق اخراج جزيئة ماء من عندها، إذا هو من نوع شنو؟ من نوع الأربعة النون هيدروليتيك كليفج اديشن اند اليمينيشن. نجي للأخير الفوسفو إنال بايروفيت، راح آخذ مجموعة الفوسفو من عنده وأحوله إلى بايروفيت، طبعا هاي كلها هنا 2 مولكيولز 2 مولكيولز 2 مولكيولز، راح يطلع لي بالناتج النهائي 2 بايروفيت اند 2 اي تي بي.
هذا ملخص الجلايكوليسيز اللي راح اشرحه بعد شويه بالتفصيل. طبعا هذا ايضا هو الملخص ايضا يعني على شكل خطوات، على شكل رسم. هناك كان الملخص مالتنا كتابه، هنا على شكل رسم. قلنا هنا اول شيء نستهلك اي تي بي، واضح، السهم باتجاه واحد، بعدها احول الجلوكوز الى فركتوز، بعدها هنا شو اسوي؟ استهلك الاي تي بي الثاني والسهم باتجاه واحد، يتحول الى فركتوز 1.6 بسفوسفيت. الان هذا راح ينقسم الى جليسرالديهايد 3 فوسفيت ولا دهيدروكسي اسيتون فوسفيت. دهيدروكسي اسيتون فوسفيت ما يبقى على حاله، دائما شو يسوي؟ يرجع يتحول الى جليسرالديهايد 3 فوسفيت. اذا النتيجه النهائيه عندي شنو هي؟ 2 مولكيولز من جليسرالديهايد 3 فوسفيت. الان جليسرالديهايد 3 فوسفيت ديهايدروجينيز الانزيم، شو يبدي؟ يبدي يتكون لي 1.3 بيسفوسفو جليسرايت. حول اياه من هذا المركب جليسرالديهايد 3 فوسفيت الى منو؟ الى 1.3 بيسفوسفو جليسرايت. طبعا عن طريق شنو؟ عن طريق تكوين كوانزيم الناد اتش من الناد بلس. بمعنى انه اني هنا اول بدايتي لتحصيل الطاقه للتفاعل وين؟ رقم 6. بس ما حصلت على شكل اي تي بي، حصلت على كوانزيم ناد اتش اللي يفوت معدين بالسلسله التنفسيه بالفسفره الاكسديه ويكون لي شنو؟ يكون لي الاي تي بي. يعني الخليه ما ربحت الان اي تي بي مباشره، ربحت مركب معدين حيحصل على اي تي بي. بعدها تنتقل باستخدام الفوسفوجليسرايد كاينيز، حيحصل على اول تي اي تي بي. طبعا هنا كلها هنا حتاخذ 2 مولكيولز من هاي، فكل شيء هنا يطلع لي ينضرب في 2، كل شيء يطلع لي هنا ينضرب في شنو؟ في 2. ان كان طاقه او ان كانت مركبات. وهكذا الان ينتهي التفاعل مالتي مال للوصول الى شنو؟ الى البايروفيت، ويكون المحصله مالتي النهائيه 2 اي تي بي 2 ناد اتش، المحصله للطاقه زائدا شنو؟ 2 بايروفيت من السهم. اوكي، لهنا أنا اكو سؤال عندكم طلاب قبل ما ننتقل بالتفصيل ما التفاعلات، اكو سؤال؟ لا دكتور ماكو. نعم اوكي، هنا الان راح ننتقل الى كل تفاعل واحد واحد وشلون اتعامل وياه وشلون حتى اتفهمه. الان نجي للجلوكوز، اول خطوه الاولى كان عندي اني جلوكوز تحول الى جلوكوز 6 فوسفيت. الان عمليه ايش دا اسوي؟ اسوي عمليه فوسفوريليشن، اخذ مجموعه فوسفيت من الاي تي بي واضيفها المن العفو اضيفها اضيفها مو رقم واحد اضيفها الرقم 6، اضيفها لهاي المجموعه هنا. ايش يصير عندي؟ جلوكوز 6 فوسفيت بواسطة انزيم سميناه انزيم هيكسوكاينيز وبوجود المغنيسيوم كعامل مساعد. الان الكاينيز هو نوع من الانزيمز that catalyze the transfer of phosphorylation group from ATP to an acceptor substrate. الان لانه عمليه نقل مجموعه الفوسفيت سميناها شنو؟ ترانسفيرز، ترانسفير الانزيم مالته سميناه شنو؟ ترانسفيرز. الان السهم انباع باتجاه واحد ريجوليتد، نعم هذا ريجوليتد، التفاعل هو ريجوليتد بات نوت ذا كوميتد ستيب. شنو معناها؟ معناها الجلوكوز 6 فوسفيت اللي يطلع لي هذا مركب ممكن يفوت باكثر من مسار،
can form glycogen or other pathways. ممكن انه يا ما يروح يسوي glycogen او شيء يسوي لي food ب pathways اخرى. لكنه يبقى هو شنو؟ هو regulated. زين، العملية اللي صارت هنا، هل احنا كسبنا طاقة؟ لا، احنا هنا فقدنا واحد اي تي بي، فإذا خلينا كتبنا ناقص واحد اي تي بي. لأن هذا first investment of energy، أول استهلاك للطاقة ماتي في الخطوة رقم واحد. من أسألك خطوة رقم واحد بيها استهلاك طاقة؟ لو بيها ربح طاقة تقول بيها استهلاك طاقة. شنو هي الخطوة رقم واحد؟ تحول جلوكوز إلى جلوكوز 6 فوسفيت عن طريق يا انزيم، عن طريق الهكسوكانيز، هاي كلها لازم انت حافظها. زين، هاي العملية شنو الفائدة من عندها بالخلية؟ الآن فوسفوريليشن keeps glucose in the cell. شنو معناها؟ معناها الجلوكوز قبل شوية قلنا بالاكسترا سيلولار فلويد بالدم على سبيل المثال او اكسترا سيلولار فلويد مالتي، الخلية ايش تريد؟ تريد طاقة. شو تسوي؟ راح يدخل الجلوكوز عن طريق بروتينات ناقلة، دخله وين؟ لا داخل الخلية للسيتوبلازم. هذا الجلوكوز اذا دخل السيتوبلازم عن طريق هاي الميكانيكية مالته، ايش راح يسوي؟ ممكن انه تفاعل عكسي يرجع يخرج مرة ثانية خارج الخلية. ما استفادت من عندها الخلية؟ لأنه ظلت ما انحبس هو بداخلها جوا. شلون عمليا نقدر نحبسه داخل الخلية؟ عن طريق إضافة مجموعة الفوسفيت من الـ ATP، نضيف مجموعة الفوسفيت نسوي جلوكوز 6 فوسفيت. الآن إذا صار جلوكوز 6 فوسفيت بعد ما يقدر شنو؟ يخرج خارج الخلية. نحبس وين؟ نحبس داخل الخلية. إذا نحبس داخل الخلية يقدر يفوت بالجلايكوليسيس ويقدر شو يصير؟ يكمل النواتج مالته للنهاية. إذا عرفنا هسه ليش ضروري التفاعل الأول، لأنه يحبس أو يبقي الجلوكوز داخل الخلية. شون؟ عن طريق فسفرته ووضع مجموعة الفوسفيت بموقع 6 في الجلوكوز. هذا التفاعل الأول. التفاعل الثاني عندنا جلوكوز 6 فوسفيت هيتحول إلى شنو؟ إلى جلوكوز، إلى فركتوز 6 فوسفيت. يتحول التفاعل ماتي هذا الجلوكوز 6 فوسفيت راح يتحول الى شنو؟ الى فركتوز 6 فوسفيت. احنا اذا نتذكر بالكورس الاول اخذنا انه الجلوكوز والفركتوز عرفنا شنو الفرق بيناتهم. قلنا الجلوكوز هو عباره عن مركب الديهايديس الذرات كربون، بينما الفركتوز كان ايضا 6 ذرات كربون بس المركب مالته كان شنو؟ كان كيتوني. حتى في وقتها إذا تتذكرون قلنا هو نفس عدد ذرات الكربون، هو عبارة عن اثنيناتها هي C6H12O6. إذا أنا من دا أغير المركب ماتي من 6 ذرات كربون الديهايدي إلى 6 ذرات كربون كيتوني، شنو اللي يصير عندي؟ يصير عندي rearrangement. شنو معناها؟ معناه يصير عندي ايزومرايزيشن للمركب. فالانزيم المستخدم هنا على مود احول جلوكوز من جلوكوز 6 فوسفيت الى فركتوز 6 فوسفيت هو فوسفورو جلوكوز ايزومريز. التايب هو يا نوع الايزومريز rearrangement of functional group to form the isomer. طبعا لانه دلتا جي مالته قريبه من الصفر، فشو نشوف هنا؟ نشوف السهم ما تشبي ريفرسبل عكسي. واذا ايش يصير عندي هنا؟ اذا كونفرت هذا الانزيم يسوي عمليه نقل تحويل جلوكوز 6 فوسفيت تو فركتوز 6 فوسفيت. الان لانه عكسي ممكن باتجاه يشتغل، اذا هو نوت regulated or commuted step. ربح الطاقة من غيرت؟ لا، ما ربح الطاقة، استهلك الطاقة، ما استهلك الطاقة. إذا لا يزال أني فاقد واحد ATP من
من ستيب واحد. من ستيب يا رقم، رقم واحد. إذا ستيب اثنين ما بي أي فقدان إلى الـ ATP. نجي لستيب ثلاثة. ستيب ثلاثة اللي حصلت عليه من التفاعل من ستيب 2 هو فركتوز 6 فوسفيت. ايش راح اسوي؟ راح اضيف مجموعه فوسفيت الى رقم واحد، الى كربون رقم واحد. مين اجيبها؟ اجيبها من الاي تي بي. اذا بدي اضيف مجموعه فوسفيت، اذا يا استخدم يا انزيم الكاينيزز. اذا فوسفو فركتو كاينيز وجود المغنيسيوم راح يضيف لي مجموعه فوسفيت من الاي تي بي، ياخذها الى ذرة الكربون رقم واحد بالفركتوز ويطلع لي اي دي بي. اذا هاي ثاني خطوة او ثاني استهلاك للطاقة، لانه استخدمت اي تي بي، ما تحرر لي اي دي بي، استخدمت اي تي بي. اذا نوع الانزيم هو الفوسفو فركتوكاينيز، نوع الكاينيز اللي هي شنو؟ ترانسفيريز. الان كمية الطاقة اللي اني استهلكتها، استهلكت ناقص واحد اي تي بي، وانا كنت مستخدم بالتفاعل رقم واحد ناقص واحد. اذا صار استهلاك الطاقه كلش قد صار لحد الان، اني مستهلك ناقص اثنين اي تي بي. الان السهم بدنا نشوفه، ايش بيه سهم باتجاه واحد. اذا هذا كي كنترول ستيب، لانه هو شنو؟ الريفرسبل، يعتبر خطوه مهمه اساسيه بالتنظيم. نوت هايلي نيجاتيف دلتا جي، نوت يعني هايلي نيجاتيف دلتا جي مالتها ايش بيكون؟ سالب ميز، معناه شنو؟ نوت ريفرسبل، الريفرسبل. اذا صار جد استهلكت الان من الطاقه ناقص 2 اي تي بي. الآن وين وين استهلكت الطاقة؟ استهلكتها بالخطوة الأولى وبالخطوة الثالثة. إلى حد هنا عندكم سؤال طلاب؟ نعم دكتور. عندي سؤال تفضلي. بس ويا كل خطوة هاي الاستراكشرات كلها نحفظ؟ هاي الاستراكشرات المفروض تحافظيها، يعني أنت الجلوكوز حافظته صحيح؟ أي الكورس الأول، وأنا دا أحط موضوع، دا أحط الفوسفيت، مجموعة فوسفيت عليه. لا قصدي يعني لازم نكتب إحنا ويا كل تحول ويا كل خطوة، مو يعني إحنا نقدر نستخدم الأسماء بس تحفظين بس الأسماء. أنا كستراكتشر إذا أريد أجيبه ممكن أجيبه أنا رسمت شيء ستراكتشر، بس ما قايل لك اسمه فركتوز 6 فوسفيت. أنت المفروض تعرفي هذا فركتوز 6 فوسفيت. نعم دكتور. بس ما راح اقول لك تعالي رسمي ستراكشر، ما راح اجيب لك رسمي ستراكشر، اوكي؟ اتفقنا؟ بس انت من اجيب لك اياه ما كاتب اسمه، انت المفروض تعرفيه هذا شنو. نعم دكتور. اوكي؟ اوكي. مطالبين بالاسماء، بالاسماء الانزيمز، مطالبين بالاسماء اللي حتطلع لنا، كل هاي كلها انتم مطالبين بيها، كميه الاي تي بي مطالبين بيها. اوكي؟ اسماء أوكي. الانزيمات مطالبين بيها، انواع الانزيمات، هذا اسمه ترانسفيريز، نوع ترانسفيريز انا عارفه. يعني إذا عرفه وهكذا كلها لازم نعرفها. واضح؟ زين، الخطوة الرابعة عندنا فركتوز 1.6 بس فوسفيت اللي هو طلع لي من الخطوة الثالثة، راح يتحول إلى شنو؟ تحول إلى جليسرالدهايد 3 فوسفيت أند داي هيدروكسي أسيتون فوسفيت. الآن هذا هو ايش كان عندي؟ فركتوز 1.6 بس فوسفيت، راح أجي أقسمه أو أقطعه من هنا. الان هذا عمليه القطع مالتي بدون استخدام ماء، اذا كان باستخدام الماء فهو من النوع الهيدروليسيز، بس هنا لانه بدون استخدام الماء فهو نون هيدروليتيك كليفج ريأكشن، اللي هو نوع من انواع اللايسيز. الانزيم شو سميناه؟ الدوليز فركتوز باي بس فوسفيت الدوليز، هذا هو اسم الانزيم. لو تلاحظون تفاعل ماتي عكسي، اذا هو نوت ا ريجوليتوري ستيب، انا شفته من عنده، بما انه قسمته الى قسمين فصار عندي مركبين داي هيدروكسي اسيتون فوسفيت
and ثلاث and glyceraldehyde 3 فوسفيت. الاول الديهايدي والثاني شنو، او اول كيتوني والثاني الديهايدي. اذا هنا انقسمت عندي، كان الجلوكوز 6 ذرات كربون تحول الى 3 ذرات كربون. هاي الاشياء تفيدنا مستقبلا نفتهمها. طبعا دلتا جي قريبه من الصفر، اذا هو شنو؟ اذا هو عكسي، تفاعل عكسي. زين، حصلت هنا اي تي بي، صرفت اي تي بي، كل شيء ما حصلت ولا صرفت اي تي بي هنا ما عندي. اذا لا زال اني لحد هذه الخطوه اني مستهلك 2 اي تي بي من الخطوات. وين؟ خطوات 1 و3 السابقه اللي شرحناها قبل شوي. نجي للخطوه 4، خطوه 4 داي هيدروكسي اسيتون فوسفيت اللي حصلته هنا، هذا المركب اللي حصلته ما يبقى على حاله، ايش راح يتحول؟ راح يتحول الى هذا المركب. الخطوه 5 داي هيدروكسي اسيتون فوسفيت ترايوز فوسفيت ايزومريز، هذا كان كيتوني، يتحول الى شنو؟ يتحول الى الديهايدي، فقط عمليه ايزومرايزيشن. اذا هو من يا نوع؟ واذا هو من نوع الايزومريز انزيم اللي احنا قبل شويه قلنا اللي هو من تايب رقم 5. صرف الطاقة هنا، مصرف الطاقة، حصل الطاقة، ما حصل الطاقة. إذا لا يزال أني ستيب صفر من الـ ATP، لا يزال أني مستهلك طاقة من خطوة 1 و3 فقط، لأنه الإنزيم ريفرسبل، فإذا هو نوت ريجوليتوري. لحد هنا أني خلصت أول 5 خطوات اللي هي انبيسمنت فيس. شو استخدمنا؟ استخدمنا 2 مولكيولز اوف اي تي بي. الآن الملخص مالتي للانبيسمنت فيس، جلوكوز زائد 2 اي تي بي يعطيني 2 جليسيرالديهايد 3 فوسفيت زائد 2 اي دي بي زائد 2 انورجانيك فوسفيت. هذا هو المعادلة مالتي. يعني ممكن أسألكم معادلة فقط مال investment phase، تذكروا لي فقط شنو هاي المعادله فقط، مو تكملوا لي للاخير، ما توصلوا لي البايروفيت. اذا وصلتوا لي البايروفيت معناها التفاعل مالتك غلط، واقول لك انت التفاعل اللي كتبته كله غلط. الان من خطبه 6 الى خطوه 10 راح ابدي شنو؟ راح ابدي احصل اللي هي dividend phase، راح ابدي احصل شنو؟ طاقه. بس هاي الطاقة هل راح تكفيني اعوض الطاقة اللي استهلكتها ام ما تكفي؟ حنشوف. الان لا ننسى كل اللي حنتكلم الان هو 2 جليسيرالديهايد 3 فوسفيت. حنتكلم عن جزيئتين جزيئتين، ما حنتكلم عن جزيئة واحدة. نجي للخطوة 6، جليسيرالديهايد 3 فوسفيت، 2 من الجليسيرالديهايد 3 فوسفيت راح تتحول الى شنو؟ 1 3 2 1 3 بس فوسفو جليسرايت. الان شلون حتتحول هاي؟ راح اضيف مجموعه فوسفيت، اضيف مجموعه فوسفيت، هاي الاضافه عن طريق انزيم جليسرالديهايد 3 فوسفيت ديهايدروجينيز، ولانه ديهايدروجينيز فلازم استخدم شنو؟ كو انزيم اللي هو النادي بلس. وين حينضاف هذا الفوسفيت؟ حينضاف رقم 1، كان رقم 3 جسد 3 فوسفيت، صار 1 3 بس يعني 2 مقصود بيها فوسفوجليسرات. اذا التفاعل مالتي تفاعل اكسيد اختزال اوكسيديشن ريدكشن انزيم also called اوكسيدو ريدكتيز، صح؟ هو اذا مسيدر ريدكتيز الرياكشن جنريت ايدر اما ناد اتش اما فاد اتش 2 اور ناد بي اف. طبعا هنا أنا بهذا الرياكشن هو شنو؟ هو ناد اتش المكون. الان حصلت شيء من الطاقه؟ لا ما حصلت اي اي تي بي، لا ازال اني مستهلك 2 اي تي بي سابقا من خطوه 1 و3، لكن حصلت 2 ناد اتش اللي هي مستقبلا
ممكن اني تدخل بالسلسله بالفسفر التاكسوديه وتنطيني شنو؟ تنطيني اي تي بي بكميات كبيره، لكن اي تي بي مباشره حصلت هنا ما حصلت اي شيء. الان من التفاعل مالتي ايش بيه؟ هذا التفاعل يعتبر ريجوليتد نون ريجوليتد نوت ريجوليتد. دكتور نعم تفضل. بس احنا ما راح نستخدم جزيئتين، يعني الناد اتش راح يصير 4 صح؟ لا احنا استخدمنا العفو، هذا ملخص كانهما جزيئتين. انت لو تلاحظين التفاعل فوق انا مستخدم ناد وحده وطلعت لي ناد اتش وحده، مو صحيح؟ تشوفين هنا صح بالمعادله، دكتور. اي نعم. فهاي اذا انا استخدم اثنين هنا استخدم اثنين هنا استخدم اثنين هنا حيطلع لي مركبين فيطلع لي 2 ناد اتش، فهاي 2 ناد اتش هي اللي على اعتبار انه احنا مستخدمين 2 جليسرالديهايد 3 فوسفيت، يعني كل وحده هي تستخدم ناد وحده طلع لي ناد اتش وحده، لانه 2 جليسرالديهايد 3 فوسفيت فطتني ايش قد؟ انطتني المحصله 2 ناد اتش. واضح؟ لو اعيدها. نعم دكتور شكرا. الآن الخطوة السابعة، واحد ثلاثة مركبين من واحد أو جزيئتين من واحد ثلاثة بس فوسفوجليسرات اللي يعني حصلتها من هاي الخطوة السابقة ستة، راح أحولها إلى إلى تو مولكيولز أو ثلاثة فوسفوجليسرات. شو راح أسوي الآن؟ راح أبدي أربح الطاقة، راح أحول واحدة من مجموعة الفوسفيت اللي هي برقم واحد اللي هي هاي راح احولها وين؟ انطيها للاي دي بي. شو يصير عندي؟ يصير عندي اي تي بي وهذا يتحول الى 3 فوسفو جليسرايد. طبعا شلون العمليه هنا؟ استخدمنا انزيم فوسفو جليسرايد كاينيز اللي هو ينقل مجموعة الكاينيز اللي مثل الواحد وثلاثة. شو سوالي؟ نقل لي هاي الفوسفيت إلى الـ ADP، حرر لي واحد ATP. طبعا هذا التفاعل هو مو تفاعل باتجاه واحد، تفاعل شبيه عكسي، إذا هو not aggregated step. اللي حصلته منها حصلت 2 ATP. ليش 2؟ لأنه أنا مستخدم شنو هنا؟ 2 molecules، كل مولكيولز حصل واحد اي تي بي، اذا انا فزت هنا باثنين اي تي بي. الاوفر اول كاونت سيل سابقا كانت مستهلكه 2 اي تي بي، اجاها هنا ربح 2 اي تي بي. الان شنو صار لحد هاي العمليه؟ انا ايش سويت؟ حصلت 0 اي تي بي، كانه 2 استهلكتها و2 ربحتها. اذا صار عندي ربح 0 اي تي بي لحد هذه المرحله، بس عندي ربح 2 ناد اتش كاوفر اول. واضح؟ واضح طلاب؟ واضح. نعم. نجي للخطوه الثمانيه، الخطوه الثمانيه بعد ما نطت وحده من مجموعه الفوسفيت الى الاي دي بي، صار عندي حيصير عندي عملية ري ارنجمنت. هاي مجموعة الفوسفيت اللي هي بموقع ثلاثة راح احولها الى موقع اثنين، لانه احولها مع بقاء شنو؟ بقاء الوزن الجزيئي كلها باقي مثل ما هي المركب مالتي. اذا هي عملية ايزومرايزيشن، الانزيم المستهلك فوسفوجليسرات المستعمل فوسفوجليسرات ميوتيز. الميوتيز هي احد انواع الايزومرايزيشن اللي يشبه التفاعلات رقم 2 ورقم 5 اللي سويناها قبل شويه، ستيب 2 خطوه 2 ورقم 5. ايش راح يسوي لي؟ حينقل مجموعه الفوسفيت من 3 فوسفيت جليسرات الى 2 فوسفو جليسرات. طبعا مثل ما تلاحظون هنا السهميه نشبيها رايحه جايه، اذا هي نوت ريجوليتد ستيب، وما صرفت اي طاقه او حصلت على طاقه، فبقى تحصيلي من الطاقه هنا لحد هذه الخطوه هو ايش قد؟
هو صفر اي تي بي، بس عندي شنو زائد اثنين من الناد اتش. الخطوة التاسعة بعد ما اجت تي، الان مجموعة الفوسفيت بالموقع رقم اثنين، راح اطرح جزيئة ماء من فوسفوجليسيريت واكون آسرة مزدوجة. قاعد تكون لي فوسفو اينول بايروفيت، فوسفو اينول بايروفيت زائدا شنو؟ زائدا H2O. ولانه طرحت جزيئة ماء من عنده، لانه اني خدت جزء من عنده، فهو هذا من نوع النون هيدروليتيك كليفج رياكشن لايسيس. الانزيم المستخدم يسموه اينوليز، مثل ما تلاحظون لكسب الطاقة لحرارة الطاقة، ما عندي شيء، لا زال نت تشارج مات او النت العفو نت كاونت اوفر اول مات من الطاقة لا يزال هو شنو، هو زائد اثنين ناد. والسهمين متعاكسين، اذا هو شنو؟ نان ريجوليتوري ستيب. الخطوة الأخيرة، الخطوة الأخيرة الآن 2 فوسفو اينول بايروفيت. احنا كل هذني نتكلم عن 2 2، ليش 2 2؟ لأنه كان عندي جليسرال دي هاد 3 فوسفيت 2 مولكيولز، أعطتني 2 مولكيولز من 1 3 بس فوسفيت، بعدين هاي 2 مولكيولز أعطتني 2 مولكيولز من 3 فوسفو جليسرات. الآن 2 فوسفو 3 فوسفو جليسرات إلى 2 فوسفو جليسرات. الآن هذا المركب مولكيولز 2 مولكيولز أعطاني 2 مولكيولز of فوسفو إينول بايروفيت. الآن 2 مولكيولز من فوسفو إينول بايروفيت راح تتفاعل ويا الـ ADP، راح ناخذ مجموعة الفوسفيت هاي ننقلها لمن؟ ننقلها الـ ADP. على مود شو يصير عندي؟ يصير عندي ATP. بس الخطأ اللي بالرسم انه هنا السهم ماتي هو باتجاه واحد، فأريدكم انتم تصلحوا عندكم السهم هذا شبي باتجاه واحد وليس باتجاهين، ولأنه السهم باتجاه واحد ف this is a regulated step not reversible. الآن نقل مجموعة الفوسفيت إلى الـ ADP هو من نوع البايروفيت كاينيز، من نوع الكاينيزز، يشبه منه يشبه تفاعل واحد وثلاثة اللي حكينا به سابقا. وهنا شنش عندي؟ إذا تحررت عندي شنو؟ جزيئة ATP. من تحررت ATP مو وحدة، لأنه أنا عندي 2 بايروفيت فوسفوينال بايروفيت، اعطاني 2 بايروفيت، اذا قلت لي هنا شنو معناه؟ 2 اي تي بي. فالربح مالتي هنا 2 اي تي بي. اذا الاوفر اول حصلت 2 اي تي بي من الوحده جلوكوز زائد 2 ناد اتش. من شنو؟ من جلوكوز وحده. فقط في الجلايكوليسز. فقط بالجلايكوليسز. اكو سؤال هنا قبل ما انتقل لهذا الجدول؟ اكو سؤال؟ ها دكتور. نعم. الان نحن ننتقل الى هذا الجدول، هذا الجدول راح يبين لي بيا تفاعلات، بيا ستيبس، يا خطوات حصلنا طاقة واستهلكنا طاقة، يعني هذا يلخص لنا الموضوع كله. وضروري انه انتم تحفظوه ايضا. الان بالخطوه الاولى جلوكوز جلوكوز 6 فوسفيت صرفت طاقه. الخطوه الثالثه جلوكوز 6 فوسفيت فركتوز 1 6 بس فوسفيت صرفت طاقه. اي تي بي طبعا. بالرقم 6 رقم 6 ستيب 6 2 جليسرال دي هاي 3 فوسفيت حصلت على 2 1 3 بس فوسفو جليسرات. كسبت الطاقة اللي هي من نوع شنو؟ من نوع الناد اتش. الآن بالرقم 7 ستيب 7 حصلت على الطاقة لأنه 2 مولكيولز حصلت على 2 اي تي بي.
وبتفاعل 10 لانه 2 مولكيولز ايضا حصلت على 2 اي تي بي. فاذا المحصله النهائيه توتال تشينجز مالتي هو شنو؟ حصلت 2 اي تي بي زائد 2 نادتش. واضح؟ نعم. الان regulation of glycolysis. الان glycolysis is a highly regulated process. شبيهة ممكن تصير عملية تنظيم خلية تنظم نفسها هي عملية الجلايكوليسيس. الآن شلون تصير هالعملية؟ عندما تحتاج لتنظيم كمية الطاقة وين؟ داخل الخلية. الآن الريجوليشن توقف تمشي إلى الأعلى تمشي إلى الأسفل ترجعه أو تستمر إلى النهاية depends on when إيش قد الخلية تحتاج من الـ ATP والناضج. الـ steps 2 ومن الأربعة إلى التسعة تمتلك دلتا جي قريبة من الصفر، لهذا إيش تعتبر دني؟ تعتبر واصلة إلى مرحلة شنو؟ الإكوليبريم، توازن، أي التفاعلات مالتها شبيهة عكسية. إذ ممكن أنه التفاعل مرة يمشي بهالاتجاه ومرة يمشي بهالاتجاه. الاتجاهين ممكنة. These steps are common to the طبعا أساسية هاي حتكون المن للجلوكونيوجينيسيس باثوي اللي هي عملية تخليق منو الجلوكوز. تفيدنا في عملية تخليق الجلوكوز. يعني إذا كانت الخلية تحتاج إلى جلوكوز. مو عندها جلوكوز وتريد تحوله الى طاقه، تريد تسوي جلوكوز فتستخدم شنو؟ هاي التفاعلات اللي هي من ستيب 2 الى او 2 وستيب من 4 الى 9 على التوالي. ستيب 1 للثلاثة والعشرة بها لارج دلتا جي نيجاتيف، يعني دلتا جي ماينس. بما انه دلتا جي ماينس اذا هي مو في حاله توازن، اذا هي دائما شبيهة باتجاه واحد تكون، وعليه هي اللي حتكون محدده لسير التفاعلات مال الجلايكوليسيس مالتي. الان 3 كي ريجوليتد ستيب. الاول الانزيم الاول اللي حنستخدمه هو من هو؟ هو الهيكسوكاينيز بالستيب يا رقم ستيب رقم واحد. شو يسوي ستيب رقم؟ Regulated entry of free glucose into glycolysis. الآن احنا حكينا سابقا قلنا لازم أول شيء شو يسوي؟ الجلوكوز اللي دخل بالخلية لازم يسوي له عملية فوسفوريليشن. نخلي له مجموعة فوسفيت إله. الآن شنو اللي يتحكم بيه؟ يتحكم بيه يسموه controlled by feedback inhibition. أي inhibited by product glucose 6 فوسفيت. كل ما يتكون عندي جلوكوز 6 فوسفيت كميه هوايه شو يسوي لي؟ يوقف تفاعل الهكسوكاينيز مالتي. وعندما يكون جلوكوز 6 فوسفيت كميته قليله شو يسوي لي؟ ينشط الانزيم الجلوكوز الهكسوكاينيز مالتي. واضح؟ نوع الانهبيشن مالته يسموه فيدباك انهبيشن، يعني يتم تثبيط الانزيم بواسطه كميه منه كميه الناتج اللي طالع لي الجلوكوز 6 فوسفيت. يعتبر نوت اكومت ستيب حكينا بيه سابقا ريجوليت ذا كونستريشن اوف جلوكوز 6 فوسفيت. هذا هو هذا حي الانزيم راح ينظم لي كمية جلوكوز 6 فوسفيت الموجودة داخل الخلية. الانزيم الثاني اللي هو فوسفو فريكتوكاينيز اللي هو بالخطوة رقم ايش قد؟ بالخطوة رقم 3. انتبه، هو الانزيم الثاني المحدد المنظم للسرعة المنظم للتفاعلات مال الجلايكوليسيس، لكنه هو بيا خطوة نستعملها بالخطوة رقم 3. كاتالايزز فوسفوريليشن اوف فركتوز 6 فوسفيت تو فركتوز 1 6
بس فوسفيت. إذن هو يحدد لي شنو؟ يحدد لي الفسفراماتي للفركتوز 6 فوسفيت ويحول لي إياها إلى فركتوز بس واحد أو 1.6 بس فوسفيت. إذن هذا الإنزيم الثاني هو الكي ريجوليشن بوينت أوف جلايكوليسيس، هاي نقطة كلش مهمة، هو الأساس بريجوليشن أوف جلايكوليسيس، بمعنى هو الصمام للجلايكوليسيس، ويعتبر the first major comet step ما يقدر يرجع باك إلى الخلف. بينما الأول السابق مالته قلنا إحنا الجلوكوز، جلوكوز 6 فوسفيت، ممكن قلنا الجلوكوز 6 فوسفيت وين يروح؟ يروح باثويز إضافية أخرى غير هاي الباثوي مال الجلايكوليسيس، ولهذا قلنا هو نوت كومت، نوت كومت ستيب. لكن هنا هذا الشيء يعتبر الإنزيم الثاني يعتبر هو شنو؟ كومت ستيب. الفوسفو فركتوكاينيز is inactive when ATP cell is high. الآن شو وقت يكون active شو وقت يكون inactive؟ يكون inactive عندما تكون ال ATP cell شبيهة high. يعني منو اللي يحدده؟ يحدده كمية الطاقة الموجودة بالخلية. يعتبر a good sense when ATP is a high glycose is not necessary so turn down when يوقف، يوقف هذا الفعل ماتي. عندما يكون ال ATP قليل معناه الـ AMPHB عالي، راح يقول له السيل انرجي ماتي قليلة، بمعنى انه شو يسوي؟ اشتغل يا فوسفو فريكتوكاينيز وكمل وطلع لي ATP اضافي. ايضا هذا يسوي عملية انهبيشن بواسطة منه؟ بواسطة انزيم، بواسطة مركب اللي هو الستريت. هذا المركب الستريت هو يجي من الستريك اسيد، الستريت هو راح يجي مستقبلا وين؟ بالتي سي اي دورة كريبس، احد نواسجه ستريت formed in TCA from pyruvate. Therefore if cellular citrate is sufficient، اذا كمية الستريت كمية كافية عالية الجلايكوليسيس شو راح يسويها؟ يبطل عمل الجلايكوليسيس مالتي. منو اللي ينشطه؟ هذا الانزيم اللي هو قلنا عليه اللي هو فوسفوفركتوكاينيز ينشط بواسطه الفركتوز 2.6 بس فوسفيت. شو وقت يكون؟ وين بلاد جلوكوز كونسنتريشن هاي، عندما يكون تركيز السكر بالدم شبي يكون عالي. الانزيم الثالث المنظم للجلايكوليسيز اللي هو بالخطوه 10 اللي هو البايروفيت كاينيز، ننتبه بالخطوه 10 regulated formation of pyruvate from phosphoenopyruvate، يعني هو اللي يحدد تكون البايروفيت. increase ATP inhibits، يعني زيادة كمية ال ATP شو يسوي؟ inhibits pyruvate kinase، يثبط عمل هذا الانزيم and slow pyruvate formation، ويبطئ تكون شنو؟ البايروفيت من الجلوكوز. Red blood cells created in Hubbard depends on constant energy supply to maintain structure integrity. تعتمد عادة كريات الدم الحمر باعتبارها ما تحتوي على نواة ولا تحتوي على ميتوكوندريا. الشيء تعتمد على الجلايكوليسيز، على الجلوكوز تحلل بالجلايكوليسيز المتحصل على الطاقة. Therefore, glycolysis is the primary source of ATP for red blood cells. If energy needs are not met, the RBCs can rupture. شو صار عندي؟ صار عندي hemolysis لل RBC rupture and the blood lose called hemolytic anemia. بالتالي شو صار عندي؟ إذا فجرت عندي كريات دم الحمر راح نصير عندي hemolytic anemia، نوع من أنواع فقر الدم. Then the second common form of hemolytic anemia is due to a deficiency of pyruvate kinase. ممكن تصير عندي
هيموليتيك انيميا نتيجه الربشر مال ار بي سي، وممكن يصير عندي هيموليتيك انيميا. ليش؟ اذا كان عندي نقص بالانزيم مال بايروفيت كاينيز. الان اذا التفاعلات الريفرسيبل هي رقم واحد ورقم ثلاثه ورقم 10. انزيمز مالتي هي الهيكسوكاينيز، الفوسفوفركتوكاينيز، البايروفيت كاينيز. ولو تلاحظين قبل شويه، تلاحظون قبل شويه قلنا دلتا جي مالتي يكون قيمه الدلتا جي سالبه وليست قريبه من الصفر. وعليه التفاعل شبي نوت ريفرسيبل اند كان بي ريجوليتد ذا جلايكوليسيز رياكشن. الان تكلمنا عليه من؟ تكلمنا عن الجلوكوز. لكن احنا الغذاء اللي ناخذه الان مو فقط جلوكوز، احنا ناخذ بوليسكرايد مثل الستارش. زين الان الستارش شنو مصيره؟ شلون يدخل للجلايكوليسيز؟ الان الستارش هيدرولايزد ان اماوث باي اميليزز، انزيم اميليزز الموجوده بالسليفري جلاندز تفرزه. يبدي يكسر الستارش الى شنو؟ الى وحداته الاساسيه المونومر مالته اللي هو الجلوكوز. بعدها اللي بقى انه ما تكسرت من عندها راح يروح وين؟ راح يروح للستومك للمعده فيها حامض. الحامض ممكن انه يكسر الجلوكوز الى المونومرز مالته. الجلوكوز ممكن ابزورد ثرو الانتستاين، ثرو انتستاين وول تو بلاد ترانسبورتد. ثلث من الجلوكوز يروح للسكلتل ماسلز اند هارت. ثلث من الجلوكوز المتحرر من الستارش go to a brain needs 100 جلوكوز per day can't use fatty acid، ولا يستطيع ان يستخدم الفاتي اسيد للطاقه، لازم يستخدم شنو؟ يستخدم الجلوكوز. والثلث الاخر goes to when to liver for storage as a glycogen. الان هذا اذا كان عندي شنو؟ ستارش. ايضا ممكن انه ناخذ مالتوز، سكريات ثنائيه، سكروز السكر العادي، واللاكتوز. مثل ما تعرفون انتم المالتوز عباره عن تو جلوكوز، السكروز عباره عن فركتوز اند جلوكوز، اللاكتوز عباره عن جلوكوز اند جالكتوز. الان المالتوز ممكن بواسطه انزيم المالتيز الموجود عندنا بالخلايا بالجسم ممكن يتحول الى 2 جلوكوز، اوكي راح جلوكوز ما عندي اشكال. السكروز بواسطه انزيم السكريز ممكن يتحول الى فركتوز اند جلوكوز. واللاكتوز ممكن يتحول الى لاكتوز، بواسطه انزيم اللاكتيز ممكن يتحول الى جلوكوز اند جالكتوز. الان بالنسبه للجلوكوز ما عندنا اشكال، يفوت بالجلايكوليسيس ويكمل. بس وين مشكلتنا؟ بالفركتوز والجالكتوز. الان بالنسبه للفركتوز او الجالكتوز ايضا يدخلون للجلايكوليسيس، لكن كل واحد يشتغل يدخل بطريقه مختلفه. بالنسبه للفركتوز ان مصل تبهو من مصل بالعضلات، الهيكسوكاينيز فوسفوريليتس فركتوز اند انتر باثوي از افركتوز 6 باثوي 6 فوسفيت از ون ستيب. يعني شنو؟ يعني بالعضلات ممكن اكو انزيم اللي هو هيكسوكاينيز، شو يسوي؟ راح يفسفر لي الفركتوز اند انتر باثوي از افركتوز 6 فوسفيت. وهو الفركتوز 6 فوسفيت هو احد النواتج الموجوده وين؟ بالجلايكوليسيز، ويكمل بالجلايكوليسيز الى النهايه. بالنسبه بالليفر مالتيبل ستيبس نيدز، اولا ايش حيصير عندي؟ فركتوكاينيز فوسفوريليتس ات بوزيشن واحد وليس سته. حصير عمليه الفسفره هنا كانت صارت وين؟ بالسته، هنا بالمصل. بالليفر يصير رقم واحد. بعدها يتفاعل عندي الدوليز انزيم يكسر لي، ومن ثم اضافه مجموعه ثانيه من شنو؟ من الفوسفيت، وعاده تحدث وراها enters one molecule of dihydroxyacetone phosphate that am osmolization to glyceraldehyde 3 phosphate
glyceraldehyde product gets phosphorylated and then interglycolysis as well. All six carbon enter as two glucose. إذا بالليفر ما راح يفوت على شكل ست ذرات كربون، راح يفوت على شكل glycolysis وين؟ بالجلوكوز ب two molecules of glyceraldehyde three phosphate. هاي نحفظها لأنه ممكن أنه تسألون عليها. بالنسبة للجالكتوز، جالكتوز مثل ما تعرفون هو C4 أبيمر بالجلوكوز، هذا تكلمنا به أنه يختلف عن الجلوكوز فقط في ذرة الكربون رقم 4 اللي يكون مواقع الـ H والـ OH مختلفة، وحدة عكس الأخرى. إذا راح يحتاج إلى خمس تفاعلات إضافية على مود يتحول من الجالكتوز إلى جلوكوز 6 فوسفيت، واللي من عندها يقدر يدخل للجلايكوليسيز ويكمل يشق طريقة للأخير، يعطيني بايروفيت، يعطيني الطاقة اللي نحتاجها. بالنسبة للجليسرول released during degradation of ترايسالي جليسرول، هاي حنشوفها ان شاء الله مستقبلا، تفاعلين فوسفورايل ترانسفير اند اوكسيديشن ممكن تصير، turns glycerol into dihydroxyacetone phosphate which isomerized in the glycolysis to glyceraldehyde 3 phosphate. لما صار عندي glycerol 3 phosphate يدخل بالglycolysis ويكمل الى الاخير. هذا ملخص فقط للاطلاع، هذا ملخص امامكم، بس هو نفس الكلام اللي احنا تكلمنا به سابقا، هو نفسه مذكور عندي هنا، تقدرون تستفادون من عنده اذا تحبون. اكو سؤال الى هنا يا طلاب؟ اكو سؤال طلاب الى هنا؟ لا دكتور اشتيد. نعم زين، ننتقل الآن إلى البايروفيت ديهيدروجينيز. قبل شوية تكلمنا قلنا إنه البايروفيت اللي طلع لي من الجلايكوليسيز يروح ينتقل وين؟ ينتقل إلى الميتوكوندريا، وبالميتوكوندريا شو يسوي لي؟ يتفاعل مع إنزيم بايروفيت ديهيدروجينيز على مود يعطيني شنو؟ مركب اللي هو شنو؟ الاسيتال كو اي. الان البايروفيت عادة قلنا من الجلايكوليسيز وين يكون؟ يكون بسيتوبلازم. عفوا دكتور. نعم. هي مو موجودة بالمنزل. اي هاي مو موجودة، هسه شوية تلاحظونها خلص اعطيكم اياها، عندنا بس كم سلايد اخلصها وبعدين اعطيكم اياها. فانتبهوا علي بالشرح ان شاء الله. اوكي؟ الآن البايروفيت is generated by glycolysis when بالسيتوسول بالسيتوبلازم and need to be moved into mitochondria. الآن بالميتوكوندريا مثل ما تعرفون ايش بيها؟ بيها two membrane system، بيها غشائين outer membrane والinner membrane. The outer membrane permeable to small molecules، إذن هو يقدر يعبر molecules بسهولة. لكن inner membrane not permeable، has specific integral membrane protein transporter. إذن إذا كان هذا هو رسم the outer membrane وهذا the inner membrane، لابد بال outer membrane رسم يفوت بال diffusion ما عنده إشكال يعبر molecules ماتي. لكن يوصل للانتر انر ممبرين مالتي يحتاج شنو؟ يحتاج لبروتينات على الغشاء مالتها هي اللي تسمح بتعبر بعض المركبات دون المركبات الاخرى. الان ذا ريجن بتوين ذا تو ممبرين انتر ممبرين سبيس، هذا الريجن بيناتها يسموه انتر ممبرين سبيس. ذا انر ممبرين از ا هايلي فولدد اند فورم باوندري تو فلويد فولد انتيرير اللي هو يسموه ماتريكس. الان بيناتها الان هذا الجزء الاصفر يسمى شنو؟ يسمى الماتريكس. الماتريكس هاز اجل لايك
قوام مثل الجل and contain protein of the TCA cycle خاص بالـ TCA cycle. Other proteins responsible for further aerobic metabolism are either in the matrix or are bound to the inner membrane. الآن البيروفيت generated بالسيتوسول يدخل إلى الميتوكوندريان aerobic fate pyruvate. هنتكلم عن الأيروبيك فيت بايروفيت، وليس إذا نتكلم عن شنو؟ إذا نتكلم عن الأنيروبيك اللي هو وين يروح ذاك؟ يروح بالمصدر، يروح لللاكتيت أو يروح باليست، يروح للفرمنتيشن أوف جلوكوز، الكحوليك فرمنتيشن. الآن diffuses through the outer membrane، قلنا إحنا إنه مباشرة شو يصير عنده؟ مباشرة يدخل ما عنده إشكال بالأوتر ممبرين، لكن بالانر ممبرين ما يقدر يعبر. ف بايروفيت ترانسلوكيز ترانسبورتر بايروفيت، هذا هنا يكون بروتين او انزيم، هو اللي حيسوي راح يعبر البايروفيت من البروتين، هو هذا عبر البايروفيت من المنطقه اللي هي ما بين الغشائين الانر والاوتر، يعبرها الانر ويدخلها الى داخل الميتوكوندريا. In this symport with H plus integral membrane protein and inner membrane هو هذا البايروفيت ترانس لوكيز. طبعا الان بعد ما عبر البايروفيت يحتاج يتحول الى شنو؟ الى استايل كو اي. الآن شلون يتحول إلى أستيتال كو أي؟ conversion of pyruvate to أستيتال كو أي راح يتحول the pyruvate dehydrogenase complex linked glycolysis to the TCA cycle also occur in the mitochondria. لو نلاحظ هنا pyruvate dehydrogenase complex إذن هو معقد من الإنزيمز، a multi enzyme complex containing three enzymes, five coenzymes, other proteins, and زائد an ATP coenzyme as a regulator. الآن هاي الإنزيمات الثلاثة هي عبارة عن pyruvate dehydrogenase, dihydrolipoamide acetyl transferase, and dihydrolipoamide dehydrogenase. احنا مو قلنا قبل شوية متكون من 3 enzymes، هاي ثلاث إنزيمات مالتي. هاي الثلاث انزيمات مالتي ثلاثه تحتاج الى كوانزيم. كوانزيم الاول هو الثيامين فوسفو او بايرو فوسفيت، والثاني هو لايبو امايد كوانزيم اي، والثالث هو فلافين ادينين دانيوكليوتايد ان نيوكليوتايد او نيوكلو او نيكوتين امايد ادينين دانيوكليوتايد اللي هي الفاد والناد. اذا هاي الانواع الاربع انواع من الكوانزيم هي الآن تشارك مع هاي الإنزيمات في الكومبلكس ماتي على مود يحول لي البايروفيت إلى أسيتايل كو أي بواسطة إنزيم بايروفيت ديهيدروجينيز كومبلكس. الآن overall reaction of pyruvate dehydrogenase complex اللي هي ملتي إنزيم كومبلكس ماتي، تفاعل ماتي بايروفيت زائد كونزيم إس زائد ناد بلس راح يعطيني اسيتال كو اي سي او 2 ناد اتش زائد ان اتش بلس، وهذا هو التفاعل المالتي مال التفاعل. لا ننسى بانه البايروفيت اللي طلع من الجلايكوليسيس هو 2 بايروفيت. اذا انا عندي 2 بايروفيت راح تتحول الى 2 اسيتال كو اي، وراح يكون عندي ربح بالطاقه بمقدار ايش قد؟ 2 ناد اتش 2 ناد اتش. اوكي دكتور. نعم بس يعني هاي العمليه دي تحتاج بالغشاء الثانوي مال الميتوكوندريا؟ لا نعم لا هاي من دخل الميتوكوندريا، من دخل عبر اول شيء بايروفيت كان خارج بالسيتوبلازم، اكو بروتين ناقل اخذه دخله وين؟ دخله داخل
الميتوكوندريا بعد ما دخل الميتوكوندريا تفاعل بالماتريكس، تفاعل انطانا اسيتايل كو اي. واضح؟ تمام تمام نعم. شكرا. لا بس. اوكي. ما راح احكي على التفاصيل مال الكومبلكس ماتي، بس قلنا انه السمري ماتي النتيجه النهائيه انه انا عندي 2 بار اوف ات، اعطيني 2 ناد اتش وانطيني شنو 2 اسيتايل كو اي. اذا الى حد هذه النقطه الجلايكوليسيز انا شو ربحت بيها؟ ربحت بها بس الجلايكوليسيز، الى البايروفيت ربحت 2 اي تي بي و2 ناد اتش. والان من البايروفيت الى الاسيتايل كو اي ربحت 2 ناد اتش اضافيه. يعني قبل ما يدخل التي سي اي الان احنا ايش قد ربحانين؟ هنربح 2 اي تي بي وهنربح 4 ناد اتش. واضح؟ طبعا عمليه التفاعلات مالتها معقده بالنسبه لكم، يعني ما نحتاج نتاخر بها، يعني ان شاء الله اذا رحم في وقت اخر نقدر ندخل بها، بس هذا هو اللي يسمح لنا الوقت مال الكورس ان شاء الله. واذا عندكم اي استفسار ممكن اجاوبكم عليه باي شيء، انا حاضر ان شاء الله. الامتحان مالتنا راح يكون الى تي سي اي سايكل، الى هنا امتحاننا. اوكي، احد عنده سؤال طلاب؟ دكتور يعني بس بقى هاي راح ناخذها على المحاضرات الجايه لو خلصت الماده ولا شنو؟ لا يعني اذا عندي محاضره جايه نكمل تي سي اي ونكمل وراها ان شاء الله. تمام دكتور ان شاء الله. نعم، احد عنده سؤال بعد اضافي؟ اوكي ان شاء الله، يعني نتفق على امتحان و